يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة النادي الأهلي بيختتم استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني في مباراة الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا. المباراة إن شاء الله هتكون بكرة الساعة 3 بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام. أكيد طبعا الفوز بالمباراة دي هيكون مهم جدا لأكثر من سبب، أولهم إن الفوز بالثلاث نقط أكيد إن شاء الله هيضمن للنادي الأهلي إن هو يصعد لدور الثمانية، وإن هو ياخد خطوة تانية إن هو يوصل إن شاء الله برضو للقب الأميرة الأفريقية واللي غايبة عن النادي الأهلي من سنة 2013. أما السبب الثاني فأكيد هيكون تأكيد تفوق النادي الأهلي على فريق سيمبا بعد ما فاز عليه هنا في مصر بخمس أهداف نظيفة. السبب الثالث هيكون معنوي قبل طبعا نرجع مرة تانية للقاهرة ونتابع مبارياتنا في البطولة المحلية واللي طبعا هيقابل فيها النادي الأهلي الإنتاج الحربي يوم السبت اللي جاي على طول. يعني النادي الأهلي هيلعب بكرة يوم الثلاث ويسافر بعد كده في رحلة يرجع بيها للقاهرة، رحلة بتاخد حوالي 7 ساعات، ويرجع مصر إن شاء الله بالسلامة يوم الأربع ويجهز نفسه على طول عشان يواجه الإنتاج الحربي يوم السبت اللي جاي. وهو ده قدر الفرق الكبيرة اللي عندها بطولات كتير، النادي الأهلي أكيد قدها ودود. كمان النهاردة كان في مؤتمر صحفي خاص بمباراة سيمبا التنزاني، حضر المدير الفني مارتين لاسارتي وكابتن الفريق هشام محمد. هنتعرف على أهم اللي اتقال في المؤتمر ده خلال حلقتنا إن شاء الله، وكمان هيكون في متابعة لكل الأخبار الخاصة بالفريق في دار السلام من خلال مراسل قناة النادي الأهلي في تنزانيا كريم أحمد. وفي الفقرة الأخيرة إن شاء الله من حلقتنا النهاردة هنناقش كل الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وأهم الأحداث المحلية والعالمية مع ضيفنا النهاردة في البرنامج أستاذ محمد الدردير الناقد الرياضي في وكالة أنباء الشرق الأوسط. وكالعادة بنبتدي معاكم حلقتنا بأهم وأبرز العناوين. الأهلي يؤكد ندعم مؤسسات الدولة ونتمسك بجميع حقوقنا. الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة سيمبا غدا في دار السلام. لاسارتي: سافرنا لتنزانيا لاستكمال رحلة حصد النقاط. الجهاز الطبي يعلن جاهزية الشناوي لمواجهة سيمبا التنزاني. طاقم تحكيم سوداني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني. أبو ردة وفضل يزوران منطقة الأهرامات للتجهيز لقرعة بطولة أمم أفريقيا. يوفنتوس يسعى لجعل محمد صلاح اللاعب الأغلى في التاريخ. نبتدي حلقتنا النهاردة معاكم كالعادة بأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة. الأهرام: أزمة الدفاع تحاصر لاسارتي قبل مواجهة سيمبا في دوري الأبطال. العضلة الضمة تبعد سعد ومخاوف من الدفع برامي وياسر. الأخبار: لاسارتي يشرح للاعبين بالفيديو خطة الفوز على سيمبا. الأخبار: المساء البروفا الأخيرة، لاسارتي يحذر اللاعبين من صحوة بطل تنزانيا ويحارب الجواسيس. اليوم السابع على سارتي يجهز أسلحة الأهلي لإسقاط سيمبا في دار السلام. المدير الفني يشرح نقاط القوة والضعف في الطريق التنزاني، والسفير يؤكد ثقته في الأحمر. الأخبار المسائي: سفير مصر في تنزانيا: ثقتنا كبيرة في الفوز. روز اليوسف: هل يكرر الأهلي حفلة سيمبا في تنزانيا؟ لأسارتي يضع خلطة المباراة وأجاي يجدد. المساء: الأهلي بطريقة جديدة في تنزانيا، لاسارتي يواجه سيمبا بخطة متوازنة. الجمهورية: أجاي حديث سيمبا، لاسارتي بدأ الإعداد بمحاضرة وتدريب استشفائي. الشروق: عبد الحفيظ يتفق مع أجاي على التجديد للأهلي موسمين، لاسارتي يشاهد اليوم التجربة الأخيرة لمواجهة سيمبا، وياسر إبراهيم يعوض غياب سعد سمير في الدفاع.
نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الصحافه. هنبتديها مع الاهرام اللي قالت ان النهارده النادي الاهلي بيخوض تمارينه الاخير في العاصمه التنزانيه دار السلام استعدادا لمواجهه سيمبا بكره الساعه 3 العصر يوم الثلاث بتوقيت القاهره في الجوله الرابعه من منافسات المجموعه الرابعه في دوري ابطال افريقيا. اكيد النادي الاهلي بيدور على تحقيق فوز خارج ارضه بيضمن ليه ان هو يتاهل لربع نهائي دوري الابطال الافريقي. هيكون تمرين النهارده خفيف وسط طبعا حاله من الارهاق والاعياء الشديد واللي بتضرب صفوف الفريق نتيجة ضغط المباريات والسفر المتوالي وعدم حصول اللعيبة على راحة طول الشهرين الأخرين. وقالت كمان الأهرام أن لاسارتي بيعاني من أزمة قوية في خط الدفاع اللي لسه بيعاني من الغيابات خصوصا كمان بعد تخلف سعد سمير عن السفر بسبب طبعا زيادة الألام اللي كانت موجودة في العضلة الضمة والجهاز الفني ما يملكش طبعا دلوقتي إلا أيمن أشرف بسبب ان هو موجود في مركز المساك وكمان رامي ربيعه وياسر ابراهيم لكن هو برضو او هم لسه راجعين من الاصابه وفي قلق كبير طبعا عند لاسارتي من ان هو يلعب بيهم في مباراه اكيد هتكون صعبه بكره. اما جريده المسا فتوقعت ان لاسارتي هيغير طريقه لعب قصاد سيمبا وقالت ان المدير الفني للنادي الاهلي هيعمل بعض التعديلات في تشكيل الاهلي قدام سيمبا بكره وان لاسارتي هيلجا لتغيير طريقه لعب النادي الاهلي في المباراه دي واللي طبعا كانت 3-4-3-3 وانه لو لاحظ ان اللعيبه مش هيطبقوها زي ما هو عايز فهيرجع لطريقته المعتاده وهي 4-2-3-1 وهيلعب بياسر ابراهيم في مركز المساك بجانب ايمن اشرف بدل من سعد سمير المصاب في العضله الضمه. وقالت كمان ان من المحتمل ان لاسارتي يلعب ثلاثي في الوسط ثلاثي وسط مدافع حمدي فتحي عمرو السوليه كريم نضبد عشان يقدر ان هو يحكم السيطره على منطقه المناورات. كل دي طبعا توقعات او استنتاجات فنيه قالتها جريده المسا لكن في النهايه اكيد طبعا لاسارتي هيلعب بالطريقه اللي هو شايف انها ممكن تحقق الفوز عشان يستمر النادي الاهلي في تصدر مجموعته. كمان الشروق قالت ان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي حسم مساله تمديد عقد نيجيري جونيور اجاي لاعب الفريق لمده موسمين جايين بخلاف الفتره الحاليه المتبقيه في عقده والمقدره بموسم ونص المقرر ان هينتهي عقده الحالي في نهايه الموسم اللي جاي. وقالت كمان ان مدير الكوره اتفق مع اللاعب النيجيري على تمديد عقده لموسمين زي ما حصل مع التونسي علي معلول ومن المقرر ان يتم الاعلان عن تمديد عقد اجاي لحد صيف 2022 بعد رجوع بعثة فريق الكرة من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا والمقرر ليها بكرة يوم الثلاث ضمن الجولة الرابعة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. بيختتم النادي الأهلي النهاردة استعداداته لمباراة سيمبا وبيعقد لاسارتي محاضرة أخيرة بالفيديو مع اللعيبة عشان يقدر يشرح الخطة اللي هيخوض بها الفريق اللقاء بجانب طبعا دور كل لاعب والمهام اللي مطلوبة منه. كمان في الأخبار المسائي نقلت جهود السفير المصري في تنزانيا مع بعثة النادي الأهلي قالت أن محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا حرص أن هو يستقبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي أول ما وصلت لمطار العاصمة التنزانية دار السلام. وحرص محمد جابر أبو الوفا على الاطمئنان بنفسه على ترتيبات وصول بعثة النادي الأهلي ومعه أكثر من مسؤول في السفارة المصرية. أصر كمان سفير مصر في تنزانيا أن هو يكون موجود مع البعثة لحد مقر إقامتها في فندق في العاصمة التنزانية في دار السلام. وقال كمان أبو الوفا أن في تنسيق كامل ما بين النادي الأهلي عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري مع طاقم السفارة عشان يهم الترتيبات الخاصة ببعثة النادي الأهلي في العاصمة التنزانية دار السلام. أكد كمان أبو الوفا أن وجود النادي الأهلي في تنزانيا أمر بيسعد الجالية المصرية لأنه كبير أفريقيا وخير سفير للكرة المصرية بسبب ما يمتلكه من تاريخ عريق على المستوى الأفريقي والعالمي بجانب شعبيته الكبيرة في كل البلدان. وقال سفير مصر في تنزانيا أن فوز النادي الأهلي بخمس أهداف على سيمبا في برج العرب خلت جماهير الفريق التنزاني تطلب من فريقها أن هي تفوز على النادي الأهلي في تنزانيا. وقال كمان أن الجالية المصرية في تنزانيا ومعهم جماهير الفريق عندهم ثقة كبيرة جدا في لعبة النادي الأهلي وفي الجهاز الفني أن هم يحققوا نتيجة إيجابية إن شاء الله. وسا
سريعا هنروح لتنزانيا وبالتحديد لدار السلام لمقر إقامة فريقنا فريق نادي الأهلي قبل مواجهته بكرة مع سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا. معانا زميلنا كريم أحمد اللي هيطمننا على كواليس وأخبار فريقنا هناك. مساء الخير عليك يا كريم. اهلا بك يا شيما واهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. لليوم الثاني على التوالي هنا في تنزانيا استعدادات مكثفه لفريق النادي الاهلي، مباراه سيمبا بطل تنزانيا والنادي الاهلي غدا في تمام الساعه 3 عصرا بتوقيت القاهره، 4 عصرا بتوقيت تنزانيا. باذن الله ان شاء الله كل الظروف تكون مهيئه للفريق النادي الاهلي، لاعبين الجهاز الفني في استعداد يمكن على قدم وساق، اللعيبه بشكل كبير بتادي تدريبات فيها تركيز كبير وفيها جديه كبيره جدا، وايضا كمان على الجانب الاخر تحضير بالنسبه للخصم فريق سيمبا. متابعه الفيديوهات كانت في امس محاضره فنيه للعيبه النادي الاهلي تحت قياده مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للوقوف على كل نقاط القوه والضعف للفريق المنافس، وايضا كمان طريقه اللعب التكتيك كل الامور الخاصه به هذه المباراة اللي إن شاء الله بإذن الله تكون من نصيب النادي الأهلي. النهاردة طبعا اليوم كان بدأ صباحا الساعة 11 صباحا كان المؤتمر الصحفي لفريق النادي الأهلي بحضور هشام محمد كابتن فريق النادي الأهلي ومستر مارتن لاسارتي المدير الفني. الأحاديث طبعا كانت عن أهمية هذه المباراة، يمكن مستر مارتن سأل أكثر من سؤال لكن ردوده يمكن كانت قوية وحاسمة. الناس يمكن سألته على تكسبة 5-0 في القاهرة أو في برج العرب، شايف ان انت ممكن تقدر تحقق النتيجه دي في ظل وجود الظروف الطقس والاجواء والجمهور وكده؟ قال انا لابد اكون جاهز، انا جاي عندي هدف المكسب، وبالفعل ان شاء الله عنده يكون يكرر النادي الاهلي هذه التجربه، او ايضا كمان عدد الاهداف الكبير. قال احنا مركزين، ممكن تبقى في اجواء فيها مطر، اجواء فيها حراره، كل الاجواء دي مؤثره، قال لكن احنا جاهزين لهذه المباراه. النادي الاهلي بطل بيلعب على هدف واحد وهو الفوز، وباذن الله يكون من نصيب النادي الاهلي. طبعا بعد انتهاء المؤتمر الصحفي كانت عوده سريعا الى فندق الاقامه، بعديها بساعتين او 3 ساعات الساعه 3 الا ربع هنا بتوقيت تنزانيا توجهنا مباشره من جديد الى الملعب الوطني بالعاصمه دار السلام عاصمه تنزانيا ليقام عليه مباراه النادي الاهلي وسيمبا التنزاني. الملعب طبعا كان في البدايه مستر مارتن دخل على ارضيه الملعب حب ان هو يتفقد الملعب بشكل شخصي، يكون في مطبات، يكون في اي امور خاصه تعوق اللاعبين. يمكن من خلال متابعتنا ليه لا يمكن هو راضي بشكل كبير على الملعب، الملعب جيد يعني بالنسبه لافريقيا وبالنسبه للملاعب اللي بنشوفها خلال طبعا دوري ابطال افريقيا بالتحديد. لا الملعب جيد، الملعب بيسع الى 60,000 مشجع اكيد هيكونوا متواجدين لمؤازره فريق سيمبا، وايضا زي ما اكدنا وقلنا لمشاهده نجوم فريق النادي الاهلي. وعلى ذكر طبعا فريق النادي الاهلي النهارده في التدريب اللي كان الساعه 4 عصرا هو التدريب الاساسي على الملعب الوطني بالعاصمه دار السلام، كان في بعض المحبين للنادي الاهلي يمكن طبعا من تنزانيا هنا عارفين محمد هاني بشكل كبير، الشناوي، حسين الشحات كمان كانت الناس بتسال عليه بتقول في لاعب يمكن جاي من الامارات لاعب مميز جدا. يمكن اكيد طبعا نجوم النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي يمكن متواجده في افريقيا بشكل كبير وتعلم جيدا، وايضا كمان الجميع يعلم قيمه النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يكون اللاعبين موفقين في هذه المباراه، مباراه غايه في الاهميه وغايه في القوه، لكن الاستعدادات والتركيز اللي احنا متابعينه ولامسينه على ارض الواقع من لعيبه النادي الاهلي هنا في معسكر الفريق يدل ان شاء الله باذن الله ان احنا هنرجع من هنا باذن الله بنقاط مهمين جدا في دوري ابطال افريقيا. مستر مارتن النهارده كان يمكن التدريب فيه اختلاف شويه، كان في بعض الالعاب الترفيهيه اللي احنا بنتكلم عليها اكتر من مره، لان ضغط التدريبات وضغط السفريات بيحتاج المدير الفني يكون 10 دقائق او ربع ساعه في التدريب بالكامل يخرج اللعيبه من التركيز الكبير وضغط المباريات الكبير. لكن بشكل عام النهارده كان في بعض الجمل التكتيكيه، كان في تركيز على خطه اللعب. النهارده اكيد اليوم اللي بيبقى قبل المباراه بتكون وسائل الاعلام مسموح لها ان هي تكون متواجده لتصوير ربع ساعه 15 دقيقه من التدريب الخاص بفريق النادي الاهلي، فكالعاده طبعا بعض التمويه كان في تدريبات خفيفه جدا ثم مجرد خروج كل الصحفيين والاعلاميين المتواجدين. حب مستر مارتن ان هو يطبق التكتيك، يتكلم مع اللعيبه في محاضره سريعه جدا على كل الامور الخاصه ان شاء الله اللي هتنفذ غدا باذن الله. ان شاء الله تكون مباراه من نصيب الاهلي يا شيما، مباراه مهمه. النادي الاهلي سيعود من هنا مع التركيز والجديه والاصرار بثلاثه نقاط يساعدوه ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا، الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي، خطوه خطوه وواحده واحده ان شاء الله تكون هذه البطوله من نصيب النادي الاهلي. ايضا كمان نقطه مهمه جدا، في خلال لحظات هيتوجه الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي، كابتن ماهر عبد العزيز الى الاجتماع الفني الخاص بمباراه سيمبا والنادي الاهلي، اللي طبعا الملابس اللي هيرتديها حراس المرمى، الطقم طبعا اللي هيرتديه سيمبا للنادي الاهلي، الوصول قبل المباراه بساعه ونص، كلها امور اعتياديه طبعا للمباريات الافريقيه. لكن تم تحديد الميعاد الخاص بالاجتماع الفني في تمام الساعه
السابعة إن شاء الله بإذن الله تكون كل الأمور مهيئة لفريق النادي الأهلي، وبإذن الله إن شاء الله يكون اللعيبة موفقين. مستر مارتن موفق في اختيار التشكيل الأساسي بإذن الله يخوض به هذه المباراة. عودة ليك يا شيما، وعودة أيضا لكل جمهور النادي الأهلي. شكرا لك زميلنا كريم أحمد من دار السلام، من مقر إقامة فريقنا فريق النادي الأهلي قبل 24 ساعة وأقل من 24 ساعة من اللقاء اللي هيكون إن شاء الله بكرة يوم الثلاثاء الساعة 3 العصر على ملعب العاصمة التنزانية في دار السلام. طيب نروح بقى معاكم دلوقتي سريعا لأخبار النادي الأهلي برضو، لكن من على مواقع الإنترنت. الشروق، الأهلي ندعم مؤسسات الدولة ونتمسك بجميع حقوقنا. الموقع الرسمي للنادي الأهلي خالد مرتجي، الأهلي جاهز للفوز على سيمبا. الموقع الرسمي للنادي الأهلي لاسارتي سافرنا لتنزانيا لاستكمال رحلة حصد النقاط. اليوم السابع هشام محمد، ضغط المباريات قدر الأهلي ومواجهة سيمبا على أرضه لن تكون سهلة. في الجول، مدافع سيمبا، نريد الثلاث نقاط ضد الأهلي، سنغير الاستراتيجية التي لعبنا بها في مصر. الوفد، لاسارتي يعاين ملعب سيمبا قبل مران الأهلي. الفجر الرياضي، الأهلي يعلن جاهزية الشناوي لمواجهة سيمبا التنزاني. المصري اليوم، طاقم تحكيم سوداني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني. البوابة سبورت، ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني. يلا كورة، الأهلي في تنزانيا طلب بخصوص الجماهير والاستعداد للمران الرئيسي. كورة، البنزرتي يرشح ثلاث أندية للتتويج بدوري أبطال أفريقيا. نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي على مواقع الانترنت، وهنبتدي بموقع الشروق. موقع الشروق قال ان اعلن العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي عن تمسك مجلس اداره النادي بكافه قراراته واللي جت في اجتماعه الطارئ يوم السبت اللي فات. قال العمري فاروق ان موقف النادي الاهلي ثابت ولن يتغير، خصوصا ان قرارات المجلس كلها كانت مدروسه لحفظ حقوق النادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره والتاكيد على احترام حقوق المنافسين. وقال كمان ان النادي الاهلي لم يطالب باستثناءات في جدول الدوري، بل اكد على احترامه الكامل للقائمين على منظومه كره القدم والثوابت الموجوده لنجاح المسابقه، وفي مقدمتها الالتزام بجدول الدوري واللي تم اعداده قبل كده من اتحاد الكوره من غير اي تدخل من اي جهه، برغم ان النادي الاهلي هو الخاسر الاكبر من الجدول ده المضغوط وبيؤدي مباراه كل 72 ساعه، والفريق بيلعب للموسم الثالث على التوالي بشكل متلاحم من غير اي راحه، وطبعا ده بيتسبب في نزيف في الإصابات وخسارة لجهود اللاعبين مستمرة. وكمان قال العمري فاروق أنه مندهش جدا من محاولات البعض لخلق فجوة ما بين النادي الأهلي والمؤسسات الأمنية بسبب تمسك النادي الأهلي بحضور جماهيره في المباريات اللي جاية، وقال أن البعض بيحاول الصيد في الماء العكر بخصوص العلاقات بين النادي الأهلي والأمن، فهي محاولة فاشلة، والنادي الأهلي على مدار تاريخه داعم لمؤسسات الدولة وهيظل كذلك، وسياسة مجلس الإدارة الحالي وكل المجالس السابقة للنادي الأهلي متسقة مع السياسة العامة للبلاد، وغير مسموح لأحد أن هو يزايد على وطنية النادي الأهلي ومسؤوليه وأعضائه وجماهيره. وقال كمان أن تمسك النادي الأهلي بجماهيره أمر طبيعي، لأن الجماهير دي هي رأس مال النادي الأهلي الحقيقي، وهي القاسم المشترك بكل البطولات والانتصارات على مدار 112 سنة، وكل أهلاوي فخور بجماهير النادي الأهلي اللي بتعشق النادي وبتحب بلدها، ومجلس الإدارة بيقدر دور الجماهير المعروف طبعا عنها الالتزام بقيم وتقاليد النادي الأهلي. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أن أوضح خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا أن رحلة الفريق من القاهرة لدار السلام ما كانتش سهلة على الإطلاق بسبب توقيتها، لكن في نفس الوقت فإن الجهاز الفني واللعيبة اعتادوا على المواقف اللي زي دي في القارة السمراء. وقال كمان أن النادي الأهلي بيخوض عدد كبير من المباريات في وقت قصير، لكن ده أكيد مش هيخلي أي فرد في البعثة أنه يقلل من رغبته في تحقيق الفوز على سيمبا
التنزاني. وكمان قال مرتجي واشاد بالتعاون الكبير طبعا من جانب السفاره المصريه في تنزانيا، بدايه من محمد جابر ابو الوفا سفير مصر في تنزانيا والسكرتير احمد الغول وطاقم السفاره، بدايه من ترتيبات وصول البعثه وفندق الاقامه وملعب التدريب وكل ما يتعلق بمباراه سيمبا التنزاني بكره يوم الثلاثاء. واكد ان ده مش جديد ابدا على الخارجيه المصريه الدعم للنادي الاهلي في كل دوله بيزورها. وقال كمان مرتجي ان في حاله من التركيز بتظهر على الجميع عشان الفوز باللقب الافريقي واللي بيعد البطوله الاغلى لجماهير النادي الاهلي، وان طبعا قال ان توفيق كان غايب عن النادي الاهلي في اخر نسختين من البطوله، عشان كده فان الجهاز الفني واللعيبه ومجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب بيعملوا على قدم وساق عشان يحصلوا على البطوله الافريقيه ويحققوا طموح جماهير النادي الاهلي. قال كمان عضو مجلس اداره النادي الاهلي ان نتيجه اللقاء السابق ما بين الفريقين في الجوله السابقه في برج العرب وفوز النادي الاهلي بخمس اهداف نظيفه مش هيكون ليه اي تاثير سلبي على لعيبه النادي الاهلي، لان هم عندهم خبره كبيره وكافيه التعامل مع كل مباراة على حدة، خصوصا ان هي طبعا ضمن دوري المجموعات، والهدف هو جمع اكبر عدد من النقط عشان يضمنوا التأهل للدور التالي. طيب سريعا نروح كده ونتابع اهم اللي اتقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه سيمبا التنزاني، المباراه اللي ان شاء الله هتكون بكره الساعه 3 العصر في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. نشوف اهم تصريحات لاسارتي وهشام محمد. Sí, vas a tener uno después de tanto tiempo. Cada partido es una historia. Every game is history en sí. Nosotros vamos a dar, lógicamente venimos a tratar de sumar. We came here to win and to collect more points. Tenemos muchos partidos seguidos entre Copa y la Liga. We have a lot of match between Liga and the champion. Y bueno, lógicamente tenemos la ilusión y el deseo. And we have the hope to win. De sumar puntos, ganar, empatar, sumar puntos. And to collect more points. Respetando al rival, ¿no? And with all the respect of the our rival. Bueno, احنا جينا هنا يا جماعه عشان نكسب، وطبعا بنتمنى ان احنا نجمع نقاط اكتر، وهدفنا دايما هو الفوز طبعا. عندنا ماتشات كتيره ما بين الدوري المصري وما بين البطوله الافريقيه، فده اللي مخلي الماتشات ورا بعض، وبنحاول طبعا نجمع نقاط اكتر. ¿Cómo has preparado? Sí, si estás preparado para Simba, el partido. ¿Y cómo has ganado 5 goles contra Simba en el Cairo? Pues si estás preparado para el segundo. ¿Es un partido diferente? It's another match. Va a tener una historia diferente. Every match has his history. Y la Champion tiene eso. Y la Champion has this points. Cada partido es el presente, el pasado es el pasado. Every match is the present. El pasado está atrás. The past is the past. Also asking, what is the secret? What did you do to beat Simba 5-0? ¿Cuál es tu secreto para ganar Simba 5-0? Creo que hicimos un gol muy rápido. We have first goal fast. Y quizás eso rompió la estrategia del rival. And this helped us and break the strategy of our rival. Creo que fue por ahí el camino. That was the way and how we win the match. عربي. هو بيسأله إذا كان إزاي قدر يكسب الماتش سيمبا 5-0، فطبعا هو بيقول إن احنا دخلنا جون بدري، وده كسر الاستراتيجي بتاع المنافس، وقدرنا نهدف بعدها 4 أهداف تاني. هذا كل شيء؟
¿Cómo has preparado el equipo para ganar en Tanzania en su casa, aunque has ganado en Egipto, en el Cairo? En realidad, hemos tenido poco tiempo de preparar. Actually, we had very small time to be prepared. Jugamos en Liga. We played in Cairo. Y al otro día entrenamos y viajamos. And we make the training here and we there and we came to Simba to the match. Hemos hecho alguna cosa ayer. And we made that training yesterday. Estamos tratando de recuperar a los futbolistas. And we try to make recovery for a lot of footballists. Y bueno, y lógicamente hemos hablado mucho, vamos a ver algunas imágenes. And we will see a lot of video of the matches. Vamos a entrenar hoy también. And we have another training today. Y bueno, y vamos seguramente, esperamos llegar preparados para el partido. And we will be ready for the match. Sí. No, en árabe primero. هي سألت بعد ما كسبنا السيمبا هناك ولما جينا هنا هل احنا جاهزين ومستعدين للماتش ده مع اننا جايين بفكرة ان احنا نفوز فهو قال ان احنا كان عندنا ماتش في الدوري قبل ما نيجي ووصلنا هنا وبدأنا بتدريب امبارح واتكلمنا شوية عن الماتش لكن هنشوف فيديوهات وماتشات للمنافس وهنكون جاهزين وقت الماتش. الكليما ان على الجانب الاخر بقى نقل في الجول تصريح لمحمد حسين مدافع سيمبا التنزاني اللي قال فيه ان فريقه هيغير الاستراتيجيه اللي لعب بيها في مصر وقادته طبعا للهزيمه 5-0 هنا على ملعب برج العرب في الجوله الثالثه من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. قال حسين في المؤتمر الصحفي للمباراه خسرنا لصالح فريق طبعا كبير في مصر لكن خطتنا هي تغيير الاستراتيجيه وقال كمان هتكون مباراة صعبة لكن احنا عايزين برضو الثلاث نقط وقال كمان مدافع فريق سيمبا ان الفوز على النادي الاهلي ممكن مش حاجة مستحيلة قال فوزنا في اول مباراة في المجموعة على شبيبة الثورة الجزائري ممكن ان احنا نكرر الموضوع ده تاني. كمان الوفد قالت ان حرس مارتين لاسارت المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم في الاهلي على معاينة ارضية الملعب الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام قبل مواجهة فريق سيمبا بكرة. استغل كمان لاسارت ان هو متواجد في الملعب الوطني في دار السلام عشان يحضر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اللي عرضناها لحضراتكم من شوية وعاين ارضية الملعب وشاف قد ايه قرب المدرجات من الملعب ومن دكة البدلاء للفريقين. كمان الفجر الرياضي قال ان انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي في تمرين الفريق النهاردة العصر في تنزانيا بعد ما اشتكى من كدمة بسيطة في ايديه اليمين قبل نهاية التمرين امبارح واكد الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود ان اصابة الشناوي بسيطة واللي تعرض له امبارح في التمرين ما كانش اكتر من كدمة خفيفة وما استمرش الالم فيها طويل عشان كده هيشارك في تمرين النهاردة بشكل طبيعي. كمان المصري اليوم قال انه وصل طاقم التحكيم السوداني واللي هيدير مباراة النادي الاهلي وسيمبا التنزاني خلال الساعات اللي فاتت للعاصمة التنزانية في دار السلام تمهيدا لادارة المباراة واللي هتقام على الملعب الوطني في دار السلام بكرة. الاتحاد الافريقي لكرة القدم عين او اسند ادارة المباراة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني لحكم السوداني محمود علي محمود وبيعاونه كمان وليد احمد علي مساعد اول واحمد ناجي صبحي مساعد تاني. البوابة سبورت كمان قالت ان ارتفعت اسعار تذاكر مباراة النادي الاهلي وسيمبا التنزاني قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة. تراوحت الاسعار ما بين 20,000 و10,000 و5,000 و2,000 شيلين ودي العملة الرسمية في تنزانيا والدولار الامريكي بيساوي حوالي 2300 شيلين تنزاني يعني تقريبا التذاكر من 5 دولار ل 8 دولار. كمان موقع يلا كورة قال ان طلب خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي ورئيس البعثة من مسؤولين سيمبا التنزاني ان هم يسمحوا للجالية المصرية ان هم يحضروا اللقاء بجواز السفر وان تكون المعاملة بالمثل زي ما كانوا بيتعاملوا في برج العرب مع مشجعي سيمبا التنزاني وتخصيص مدرج للجالية المصرية في ملعب المباراة. ونقل موقع يلا كورة
عن الموقع الرسمي للنادي الأهلي تصريحات بخصوص قيام مسؤولين سيمبا بإبلاغ بعثة النادي الأهلي بأن المقصورة الرئيسية للاستاد الوطني في دار السلام بتشهد عملية إصلاحات، عشان كده هيتم تخصيص كراسي لكبار الزوار على جانبي المقصورة يمين وشمال، والملعب ده كمان بيتسع لنحو 60,000 مشجع. موقع كرة كمان قال ان رشح التونسي فوزي البنزرتي مدرب الوداد البيضاوي 3 أندية للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية. قال البنزرتي في تصريحات إذاعية المسابقة هتعرف المرة دي تنافس قوي وهيكون لعامل الخبرة دور حاسم في ترجيح كفة الفائز، وقال كمان من السابق للأوان الكلام عن مرشح قوي وبارز للتتويج. الأدوار المقبلة هتشهد الكثير من التقلبات والمفاجآت، لكن في أندية بتمتلك خاصية مميزة وهي خبرة المسابقة، وده أمر مهم جدا أكيد هيساعد الأندية دي في السباق. وقال كمان بطبيعة الحال الوداد هينافس لأنه حامل لقب الموسم قبل اللي فات، إلا أن طبعا في أندية تانية ليها تاريخ مع الأبطال وفي مقدمتها أكيد النادي الأهلي المصري والترجي التونسي، والاثنين هيكون ليهم حضور قوي في اعتقادي الشخصي. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة الأخبار المحلية والعالمية وكمان آخر أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع أبو ريدة وفضلي يزوران منطقة الأهرامات للتجهيز لقرعة بطولة أمم أفريقيا. بوابة روز اليوسف لائحة مالية جديدة للمنتخب عقب أمم أفريقيا. مصراوي مدرب عام منتخب مصر محمد صلاح يزدنا قوة. الفجر الرياضي سمير عثمان أخطاء الحكام بسبب قلة التركيز والبعض يرى نفسه أكبر من المباريات. جول تقارير يوفنتوس يسعى لجعل محمد صلاح اللاعب الأغلى في التاريخ. البوابة سبورت نجم بايرن ميونخ الألماني محذرا من خطورة صلاح هجوم ليفربول المميز. وانتري مانويل نوير بايرن ميونخ لا يخشى ليفربول. أسعى عربي الأسطورة بوفون هذا ما يحتاجه سان جيرمان لعبور مانشستر يونايتد. كورة أوزال منبوذ من عمالقة الكالتشيو. في الجول تقرير الأرسنال سيصرف جزء كبير من ميزانية الصيف لضم مدافع ماينز. سبورت 360 إدارة مانشستر يونايتد تقرر الإبقاء على سولشاير ونستيان بوتشينيو. هنروح لتفاصيل أهم الأخبار المحلية في البداية من اليوم السابع اللي قالت أن هانيا بوريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا ومعاه محمد فضل المدير التنفيذي للبطولة عمل معاينة في منطقة الأهرامات ولتستضيف حفل سحب قرعة البطولة، وطبعا مراسم البطولة هتكون يوم 12 إبريل اللي جاي بحضور مندوبين المنتخبات اللي هتشارك في البطولة وفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. كمان مصر هي اللي طبعا بتستضيف زي ما أنتم عارفين البطولة في الفترة من بين 21 يونيو ل 19 يوليو اللي جاي. كمان بوابة روز اليوسف قالت ان خافيير اجاري المدير الفني لمنتخب الفراعنه حط لائحه ماليه جديده للعيبه، وده بعد بطوله امم افريقيا واللي بتستضيفها مصر في الفتره ما بين 21 يونيو ل 19 يوليو. اللائحه الجديده اتحطت بعد رفض اتحاد الكره زياده مكافئات لعيبه المنتخب في التصفيات المؤهله لامم افريقيا، بداعي ان اللائحه الحاليه تم اعتمادها قبل امم افريقيا 2017 وبتستمر لحد امم افريقيا
2019. بتنص رايحة المنتخب الوطني حاليا في التصفيات الأفريقية على حصول لاعبة المنتخب الوطني على 16000 جنيه في حالة الفوز بره مصر، 12000 جنيه في حالة الفوز جوه مصر، 8000 جنيه حالة التعادل خارج مصر. أما بالنسبة لمكافأة التعادل على أرض مصر فدي تم إلغائها، وكمان هيحصل اللعيبة والجهاز الفني على إجمالي المكافآت دي مجمعة بعد ما يتأهلوا لأمم أفريقيا 2019. كمان موقع مصراوي قال ان تيتو غارسيا مدرب عام منتخب مصر قال ان محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي اسم كبير في الكره العالميه بفضل المستويات اللي بيقدمها اللاعب سواء مع ليفربول او مع منتخب مصر. وقال كمان مدرب عام المنتخب في تصريحات تلفزيونيه وجود محمد صلاح معانا في المنتخب بيزودنا في القوه، والمنتخبات الثانيه بتعمل له حسابات، وكمان هو متطور جدا وبيقدم مستويات رائعه. وتابع كمان انه بيتم مراقبه عدد من اللعيبه المحترفه، وفيما يقرب من 7 لعيبه محترفين في الدوري القطري قريبين جدا ان هم يلبسوا قميص المنتخب الوطني خلال المرحله اللي جايه، ومن الوارد كمان انضمام لعيبه جداد للمنتخب الوطني قريب. وقال كمان تيتو ان احنا بنعمل جاهدين على تحقيق لقب امم افريقيا 2019 لاسعاد الجماهير المصريه. مشاهدينا معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم اخبارنا المحليه، وبنوصل للفجر الرياضي اللي قال ان سمير عثمان الحكم الدولي السابق اللي اكد ان اخطاء الحكام سببها الاساسي هو عدم التركيز وهي مش اخطاء فنيه. قال عثمان في تصريحات تلفزيونيه الازمه ظهرت مبكرا في الموسم الحالي، اللجنه بذلت مجهود كبير في تجهيز الحكام، وقال كمان اخطاء الحكام بسبب عدم التركيز وهي مش اخطاء فنيه، ركلات جزاء واضحه لا تحتسب بالرغم من اضطراب الحكم منها وده لانه مش مركز. وتابع كمان في حديثه هذه الأخطاء يتحملها الحكم نفسه وليست لجنة الحكام لأنها أخطاء ليست فنية. وقال كمان أن في بعض الحكام بيشوفوا نفسهم أن هم أكبر من المباريات وده الأمر اللي بيتسبب في قلة التركيز، وفي بعض الأندية مش بتستحمل الأخطاء دي. كمان شايف سمير عثمان الحكم الدولي سابق أن وجود الحكم الخامس بيسبب تراخي لحكم الساحة في المباريات، وقال واختتم كلامه لو كنت رئيس للجنة التحكيم لاجتمعت مع الحكام مؤكدت ليهم أن الدوري مهدد بالإلغاء بسبب قراراتهم الخاطئة. كمان موقع جول قال ان صحيفه الجارديان البريطانيه كشفت عن رغبه كبيره من نادي يوفنتوس الايطالي في الحصول على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي. وقالت الصحيفه ان النادي الايطالي عايز يضم محمد صلاح كبديل لباولو ديبالا واللي بيرحل عن النادي بحسب الصحيفه. وقالت كمان الصحيفه الشهيره ان محمد صلاح هيكلف خزينه يوفنتوس ثروه بتفوق اللي دفعه الفريق عشان يضم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد بالضعف. واكدت كمان ان قيمه الصفقه ممكن توصل لحوالي 175 مليون جنيه استرليني اي ما يعادل 200 مليون يورو عشان تكون ثاني اغلى صفقه في التاريخ بعد صفقه انتقال البرازيلي نيمار دي سيلفا لصفوف فريق باريس سان جيرمان. كمان المعروف طبعا ان الاغلى في التاريخ هي صفقه نيمار ب 220 مليون يورو. كمان البوابة سبورت قالت ان الهولندي ارين روبن جناح فريق بايرن ميونخ الالماني اكد ان هو يجب ان يسيطر على هجوم ليفربول ومثلث الخطوره عنده الممثل طبعا في المصري محمد صلاح السنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينيو عشان يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه ويعبروا لدور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا. وقال روبن في تصريحات للموقع الرسمي للنادي البافاري القرعه حطتنا في وش ليفربول احد اكثر الفرق تطورا في الكره الاوروبيه في السنوات الاخيره وقد وصل لنهائي البطولة في الموسم الماضي، لا شك ستكون المواجهة معاه قوية وبطولية خصوصا أنه فريق جيد جدا. وقال كمان ليفربول جيد جدا في الهجوم وعنده عناصر مميزة جدا في الخط الأمامي يقدروا أن هما يبتكروا الحلول الهجومية وهنحاول أن احنا نسيطر عليهم ونحقق ما نسعى إليه في المباراتين ذهابا وإيابا. موقع وان تري كمان قال أن مانويل نوير حارس مرمى الفريق البافاري بايرن ميونخ الألماني قال أن فريقه ليس
لديهما إخشاء في ملعب الأنفيلد قبل المباراة المرتقبة واللي هتجمع فريقه بليفربول الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا. قال نوير في تصريحات لموقع ليفربول أكو: لقد سمعنا الكثير عن الأجواء في ملعب الأنفيلد، كل من يشاهد كرة القدم يعرف أنه ملعب مميز، وأعتقد أنها ستكون مباراة رائعة. وقال كمان: بالنسبة لنا دوري أبطال أوروبا هو بطولة مهمة للغاية، إنها مرحلة خروج المغلوب، مباراتان عبارة عن نهائي، نحن سعداء لأننا سنلعب على هذا الملعب. وقال كمان حارس العملاق البباري: إنها أول مباراة بالنسبة لي على ملعب الأنفيلد، أتطلع للعب هناك ونأمل أن تكون ليلة عظيمة لنا، لكن ذلك يعتمد على النتيجة بالطبع. وسيحل بايرن ميونخ ضيف على ليفربول في ملعب الأنفيلد يوم 19 فبراير الجاري. هتقام مباراة العودة على ملعب أليانز أرينا يوم 13 مارس اللي جاي عشان يتم تحديد المتأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا. كمان موقع اس عربي قال ان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بيحل ضيف على نظيره مانشستر يونايتد الانجليزي بكره يوم الثلاث في مباراه صعبه ضمن ذهاب دور ال 16 من بطوله دوري ابطال اوروبا لكره القدم. واتكلم الحارس الايطالي الاسطوري جوان ريجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان عن مباراه فريقه المرتقبه امام اليونايتد على ملعب اولد ترافورد، واكد انها مباراه كبيره ومهمه ولا بديل عن تحقيق نتيجه ايجابيه عشان يواصلوا المشوار نحو دور الثمانية للبطولة. وفي تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية أكد بوفون على أن باريس سان جيرمان محتاج أن هو يظهر روح الفريق ويضحي عشان يقدر يحقق نتيجة إيجابية في ظل إصابة نجمين الفريق البرازيلي نيمار دي سيلفا والأوروغواياني أليسون كافاني. بيعاني نيمار من إصابة قوية في مشط القدم، وكمان بيعاني كافاني من شد في الفخذ، وواضح طبعا أن موقفه غامض من اللحاق بمباراة الإياب أمام مانشستر يونايتد يوم 6 من الشهر اللي جاي. وقال كمان بوفون: بكرة يوم الثلاثاء عندنا مباراة مهمة جدا، ويجب علينا أن نقدم ما هو أفضل. أعتقد أنه يجب علينا أن نتحسن في كل شيء، لأننا سنلعب ضد فريق قوي وفي ملعب سيجبرنا على أن نكون أكثر صلابة وأن نظهر بشكل مختلف. موقع كرة برضو قال ان مصير الالماني مسعود أوزيل بقى محل شك جوه نادي ارسنال الانجليزي، واللي بيسعى بشده ان هو يتخلص منه خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه. أوزيل بقى خارج حسابات مدربه الاسباني اوناي امري، عشان كده بيسعى النادي اللندني ان هو يبيعه عشان يقدر يتخلص من سداد مرتبه الاسبوعي واللي بيبلغ 350 الف جنيه استرليني. قالت صحيفه ميرور البريطانيه ان الارسنال عرض أوزيل على انتر ميلان الايطالي، لكن انتر ميلان اظهر عدم اهتمامه ضم اللاعب الألماني. كمان أرسنال حاول أن هو يقحم أوزيل ضمن صفقة تبادلية بتقضي بانضمام الكرواتي إيفان فريزيتش للجانرز مع تحول اللاعب الألماني لنيراتسوري. من جهة تانية كشف موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس اتعرض عليه برضو خدمات أوزيل، لكن بطل إيطاليا أبدى عدم اهتمامه بالصفقة. كمان في الجول قالت ان صحيفة ميرور البريطانية اكدت ان نادي ارسنال بيسعى ان هو يحصل على خدمات جون فيليب مدافع ماينس وكوديفور، وده خلال سوق الانتقالات الصيفية اللي جاية. وقالت كمان الصحيفة ان اوناي امري مدرب ارسنال الانجليزي بيستعد لصرف جزء كبير من ميزانية سوق الانتقالات عشان يضم المدافع صاحب ال 23 سنة واللي بيقدم موسم متميز في الدوري الالماني. حاول امري ان هو يضم المدافع الدولي الايفواري خلال الجولة التحضيرية للموسم الجاري مع الارسنال، لأن نادي ماينس رفض بيع اللاعب تماما. وأشار كمان التقرير إلى أن اللاعب ممكن يكلف إدارة أرسنال مبلغ 40 مليون جنيه استرليني. كمان سبورت 360 قالت ان صحيفه ذا سان البريطانيه قالت ان اداره مانشستر يونايتد قررت ان هي تبقي على النرويجي اولي جونار كمدرب دايم للشياطين الحمر، والاستغناء عن فكره التعاقد مع الارجنتيني ماوريسيو مدرب توتنهام هوتسبير الحالي. وكانت اداره مانشستر يونايتد عملت تعيين لجونار سولشاير كمدرب مؤقت للفريق لحد نهايه الموسم بعد قرار اقاله البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب للشياطين الحمر بسبب سوء النتائج. بيتألق أولي جونار سولشاير مع مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، قاد اليونايتد لحد دلوقتي في 11 مباراة فاز في 10، تعادل في مباراة واحدة بس، ونجح الشياطين الحمر ان هم يوصلوا للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي
المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم اللي جاي. وقالت كمان صحيفة الميرور الإنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت أن هي بشكل جماعي استمرار أولي جونار سولشاير في منصبه كمدرب للفريق بعد الأداء الرائع اللي بيقدمه مع يونايتد. وقالت أن القرار أصبح شبه رسمي، ولكن قد ننتظر أو تنتظر إدارة الفريق الإنجليزي حتى نهاية هذا الموسم كي تتعاقد بصفة دائمة مع سولشاير. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم وهي فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا. هنبتدي بصفحة النادي الأهلي على الفيسبوك، واللي نشرت صورة للاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، وكتبت نصر شهر يناير هو لاعبنا المتألق علي معلول، تهانينا ليك، 6 مباريات 540 دقيقة 3 أهداف و2 صناعة هدف. كمان نشر علي معلول بعد تمديد عقده مع النادي الأهلي صورة على الانستجرام وكتب الحمد لله على العقد الجديد، لا يزال أمامي 3 سنوات مع النادي الكبير الأهلي، آمل أن أكون أكثر مسؤولية واحترام تجاه جمهوري، وأعدكم أن أبذل قصارى جهدي لأرتقي إلى مستوى توقعاتكم وثقتكم بي. كمان نشر عمرو السولية صورة على الانستجرام بعد تمديد عقده مع النادي الأهلي وكتب الحمد لله. وعالميا نشر سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي صورة من مباراة تشيلسي امبارح اللي انتهت بفوز كبير للسيتي بنتيجة 6-0، أحرز منهم أجويرو هاتريك وكتب سعيد بالفوز والهاتريك وبتحطيم الأرقام القياسية، إنه شرف لي ومن دواعي سروري أن أكون في هذا النادي مع رفاق رائعين مشجعين رائعين وأن أكون جزء من هذا الفريق الرائع. كمان نشر كايل ووكر صورة من المباراة على تويتر وكتب أفضل أداء مبروك أيها الرجل أجويرو. كمان نشر البلجيكي كيفن دي بروين صورة من المباراة على انستغرام وكتب أفضل أداء من الفريق اليوم مبروك أجويرو. كمان نشر برناردو سيلفا لاعب السيتي صورة مع رحيم ستيرلينج من المباراة على تويتر وكتب يلها من المباراة مستمرون. نشر كمان جابريل خاسس صورة على تويتر وعلق مباراة جيدة يا رجال. كمان نشر لروي ساني صورة بعد المباراة على تويتر وكتب نتيجة جيدة الليلة، عمل رائع من الجميع. نشر كمان غوندوغان صورة من المباراة على تويتر وكتب مساء مذهل على الإطلاق في قلعتنا. هاري كين كمان لاعب توتنهام الإنجليزي واللي بيغيب بسبب الإصابة كتب على تويتر بعد الفوز على ليستر سيتي 3-1، فوز جيد آخر المهمة أنجزت. كمان موسى سيسوكو لاعب السبيرز نشر صورة من المباراة على تويتر وكتب انتصار عظيم اليوم وأداء قوي من جميع اللاعبين، شكرا لدعمكم. كمان أوناي أمري مدير الفني للأرسنال الإنجليزي نشر صورة على تويتر لكأس الدوري الأوروبي وكتب دايما في بداية أسبوع جديد حافز، ولكن الحافز الأكبر عندما نرغب في الاستمرار في تمهيد الطريق الجديد الذي نتطلع إليه. وفي إيطاليا نشر سامي خضيرة لاعب يوفنتوس الإيطالي صورة على تويتر بعد الفوز على ساسولو 3-0 في الدوري وكتب العودة إلى الفوز مع أداء رائع من الفريق. أسبانيا كمان نشر ألفارو موراتا صورة على تويتر بعد ظهوره الأول مع أتلتيكو مدريد في مباراة ريال مدريد واللي انتهت بفوز الأخير 3-1 وكتب فخور بظهوري الأول في ملعبنا ولكن حزين جدا على الهزيمة، ليس هناك وقت للتوقف فقط للتطلع والعمل، شكرا للجميع على الدعم. مشاهدينا نطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ محمد الدردير الناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. رجعنا مره تانية، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد الدردير الناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير عليك، منورنا اكيد في كلام في الميديا. ربنا يخليك، ده نور.
اكيد عندنا النهارده حاجات كتير نتكلم عليها. يمكن هنتكلم اكيد عن لقاء بكره ان شاء الله قصاد سيمبا التنزاني في تنزانيا في دار السلام الساعه 3 العصر. لكن عايزين نتكلم الاول عن قرارات مجلس اداره النادي الاهلي اللي تم اتخاذها يوم السبت اللي فات في مجلس اداره طارق. كان معمول ردا عن اللي حصل او ما بدر خلال اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره اللي كان يوم الاربعاء اللي فات. شفت قرارات النادي الاهلي ازاي؟ أكيد طبعا قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي قرارات قوية جدا في وقتها تماما. الفترة الأخيرة كان شهدت العديد من التجاوزات من بعض الأطراف ضد النادي الأهلي. الناس واضح إن هي نسيت النادي الأهلي ده يبقى إيه. النادي الأهلي حاجة كبيرة جدا، مجلس إدارة النادي الأهلي حاجة كبيرة جدا في مصر. أعتقد إن قرارات حازمة في وقتها لعودة بعض الأشخاص دي لوضعهم الطبيعي. كان في حصل بعض التجاوزات زي ما قلت. اعتقد ان دي قرارات مهمه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. يمكن من اهم القرارات اللي تم اتخاذها خلال الاجتماع الطارئ لمجلس اداره النادي الاهلي عدم المشاركه في البطولات العربيه بسبب تجاوزات رئيس الاتحاد العربي على النادي الاهلي او على مجلس اداره النادي الاهلي. كمان عدم تغيير اي مباراه في جدول المسابقه لحد يوم 30 مارس، الجدول اللي تم ابلاغ الانديه بيه يوم 8 يناير اللي فات. النادي الاهلي تمسك ان هو ما يغيرش او ما يعدلش اي حاجه في المباريات لحد يوم 30 مارس القادم. يمكن دي كانت اهم القرارات اللي اخذها النادي الاهلي. أكيد طبعا بالنسبة يعني في البداية للبطولة العربية، هي طبعا في النهاية بطولة ودية وإن كان العائد المادي لجوائزها كبير، يمكن أكبر كبير كمان من أكتر من البطولة دوري أبطال أفريقيا أكيد، ولكن في النهاية النادي الأهلي مش بيبحث على الماديات خالص ولا فلوس. النادي الأهلي أكبر من أي ماديات وأكبر من أي فلوس. دي البطولة في النهاية غير معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبطولة غير معترف بها في النهاية بطولة ودية. الأهم بالنسبة للنادي الأهلي مشاركة طبعا في دوري أبطال أفريقيا المؤهل لبطولة العالم للأندية، هي دي البطولة الأهم والأكبر، والممارسات المحلية سواء في الدوري أو الكاس. لكن البطولة العربية مش مهمة جدا على المستوى الدولي، مش معترف بها. بالنسبة برضو للجدول الدوري، ده جدول معلن من الاتحاد المصري لكرة القدم، إيه الداعي إن هو يتم تغييره في هذه الفترة بالذات؟ يعني الجدول المعلن لازم الكل يلتزم بيه. اي نادي عنده مشكله ثانيه ده شان اخر، يعني خارج عن اراده النادي الاهلي. اعتقد ان ده من حقه انه يتمسك بجدول الدوري كما هو معلن. صحيح. طيب النادي الاهلي بعد الاجتماع ده تقدم بشكاوى، شكوى للاتحاد الافريقي لكره القدم وشكوى اخرى للجنه الاولمبيه بسبب حضور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك او رئيس نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور الموقوف قانونا عن طريق الكاف او الاتحاد الافريقي لكره القدم بعد ما تجاوز او كان في تجاوزات ضد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم. شفت ده ازاي ومتوقع هيكون ليه رد فعل عامل ازاي؟ هي طبعا حضور رئيس نادي الزمالك الاجتماع ده كانت علامه استفهام كبيره. المفروض ان ده اجتماع رسمي وتم مخاطبه النادي الاهلي بشكل رسمي ان ده اجتماع. دي كانت علامه استفهام، ازاي يكون شخص موقوف من الاتحاد الافريقي لكره القدم اللي هو بيرأس الاتحاد المصري لكره القدم ويحضر اجتماع، وخاصه الاجتماع ده تم الدعوه ليه بشكل رسمي. هم رجعوا بعد كده قالوا الاجتماع ده مش رسمي. اعتقد لا، المفروض ان دي في مخاطبات رسميه بتثبت الكلام ده. النادي الاهلي من حقه انه يشتكي في الكاف وفي اللجنه الاولمبيه المصريه، خصوصا ان حصلت بعض التجاوزات في الاجتماع ده وما كناش نتمنى ان هي ممكن تحصل. صحيح. طيب خلينا نرجع لورا شويه. الاجتماع ده اتعمل ليه؟ يعني كان ايه المغزى وايه السبب، او هم كانوا متخيلين اتحاد الكوره كان متخيل هيطلع بايه او هيوصل لايه من الاجتماع ده بدعوته لكل الانديه المشاركه في الدوري المصري الممتاز عشان تصوت او ياخدوا رايها في تاجيل مباريات او تعديل جدول المباريات للنادي الاهلي؟ وطبعا كان السبب في ده او اللي كان متضايق من المباريات بتاعه النادي الاهلي او كان حابب ان مباريات النادي الاهلي تتاجل او تتقدم كان نادي بيراميدز والنادي الزمالك. وفي البداية الاتحاد المصري لكرة القدم هو المفروض المعني بجدول الدوري. صحيح. مش كل حد يطلب تأجيل مباراة ان انا اعمل اجتماع واقعد ادعو كل رؤساء الأندية. ما ليه رؤساء الأندية كلها اصلا؟ بالظبط، ما كانش ليه داعي انه يحصل من الاساس اجتماع. صحيح. يعني لو افترضنا ان المشكلة ما بين ثلاث اطراف والنادي الاهلي اصلا ما عندوش مشكلة مع اي حد، النادي الاهلي قال انا ملتزم بس بمبارياتي لحد 30 مارس بالجدول المعلن من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. فلو افترضنا ان في ثلاث اطراف عندهم مشاكل في مباريات، ليه بيتم دعوة كل الأندية؟ بالظبط، ده علامة استفهام كبيرة. يعني كان الأولى ان هو يبقى
في جلسات بين الثلاث أندية اللي هم المعنيين بالأزمة. لكن أنت جبت كل الرؤساء الأندية في اجتماع وفي النهاية الاجتماع ما تمش وما ظهرش بالصورة المرضية للناس كلها وحصلت بسببه مشاكل كتير جدا بالضبط ولسه في تداعياتها لحد دلوقتي. يعني ده بتحمل مسؤوليته طبعا الاتحاد المصري لكرة القدم في النهاية. طيب بعد قرارات النادي الأهلي اللي أصدرها يوم السبت اللي فات في اجتماعه الطارئ رد مجلس إدارة اتحاد الكورة وقال هيتم انعقاد جلسة أو مجلس إدارة في اتحاد الكورة وهنرد على بيان النادي الأهلي وده ما حصلش. تفتكر ما حصلش ليه؟ أصي هيرد يقول إيه يعني؟ هم قالوا إن أقصى رد ليهم قالوا إن الجلسة دي مش رسمية وأعتقد إن الكلام ده مش صحيح. إذا كان في مخاطبات رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم بتدعو الأندية لحضور الاجتماع بخصوص بعض مباريات الدوري الممتاز وتعديل الجدول وكده وفي النهاية في نهاية الاجتماع كمان حتى اللي طلعت قرارات بيقول لك تطبيق تقنية الفار يعني ملوش أي علاقة بالاجتماع اللي أصلا اتعمل أو بسبب الاجتماع اللي اتعمل عشانه يعني بالضبط. ففي النهاية علامة استفهام كبيرة طبعا اللي بيحصل في إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فترة حالية. طيب بعد الاجتماع ده لقينا نادي بيراميدز بيطلب تأجيل مباراته مع النادي الأهلي لبعد 30 مارس. النادي الأهلي أنا ما عنديش مشكلة بس أنا عايز أعرف أسباب تأجيل المباراة. أكيد طبعا من حق النادي الأهلي إنه يعرف لأنه خاصة إن هو كان المنظم للمباراة دي وهو ما طلبش تأجيل. صحيح. لازم يعرف إيه السبب لتأجيل المباراة دي خاصة إنه كان خلاص النادي مستعد لخوض المباراة وما عندوش أي مشكلة فيها. طيب خلينا نروح بقى لفريق الكورة. يمكن آخر لقاء للنادي الأهلي كان قصاد حرس الحدود. الفوز ما كانش فوز سهل كان فوز صعب وأداء النادي الأهلي ما كانش هو الأداء المعروف عن النادي الأهلي أو ما كانش هو ده المتوقع بعد طبعا الصحوة اللي احنا كنا عايشينها في الفترة اللي فاتت. شفت النادي الأهلي إزاي في اللقاء ده؟ يمكن توالي المباريات والإجهاد يعني على الرغم من الصفقات الكتيرة اللي جابها النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ولكن برضو بنلعب مباراة كل 72 ساعة بيأثر بشكل كبير على أداء النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. فعلا مباراة الحرس كانت مباراة صعبة جدا يمكن الأهلي قدر يكسب 1-0 في النهاية ولكن في أداء الجماهير كان بيتعمل يبقى الأداء أفضل من كده بشكل كبير في المباراة دي بالذات. لكن أعتقد إن الإجهاد كان بيأثر بشكل كبير خاصة طرد وفي غيابات وزي ما احنا بنشوف كل لعيب يرجع من إصابة في 2 غيره يتصابوا. أعتقد برضه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه مطالب انه يواصل مسيرته دي مش مهم الاداء ولكن مهم الانتصارات العوده مره اخرى على قمه الجدول. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي عامه. شايف ازاي المنافسه او الصراع في القمه والصراع كمان في القاع على الهبوط؟ الصراع السنه دي صعب جدا وقوي خاصه في المقدمه. شايفين الزمالك وبيراميدز والاهلي بينافسوا هم الثلاثه. الاهلي لسه عنده مباريات مؤجله لو كسب هيبقى في المركز الثاني ولو كسب يمكن مباراتين الزمالك هيعود للقمه مره ثانيه وبينافس بقوه على بطوله الدوري. برضو في القاعه يعني في بين كل مباراه من المركز السادس كده بتلاقي كل مباراه كل اسبوع بيتغير الترتيب تماما مجرد ان فريق يكسب ممكن بينط بالثلاث والاربع مراكز. لسه المسابقه طويله في صراع قوي في البطوله دي الموسم ده على بطولة الدوري سواء في المقدمة أو في الفرق المؤخرة. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي وكيفية توظيفه للصفقات الجديدة حتى اللعيبة اللي هو مش جداد زي مثلا ما شفنا توظيف كريم نيدفيد بطريقة مختلفة وشفنا إشادة الجمهور يعني يمكن الجمهور رأيه اختلف في كريم نيدفيد بالذات حوالي 180 درجة. شايف مارتين لاسارتي عامل ازاي مع النادي الأهلي؟ اكيد بدا يحط ايده على نقاط القوه والضعف في الفريق يمكن ظهر ده في المباريات الاخيره والنتائج اللي حققها. شايفين اداء مختلف تماما عن الفتره اللي قبل كده في توظيف زي ما حضرتك قلتي لكريم نيدفيد ولبعض اللعيبه في حتى بعد الوجوه الجديده بيشاركوا بشكل اساسي من اول مباراه وصنعوا الفارق بشكل كبير للنادي الاهلي. لعيبه كتير حتى من اللعيبه القدامى زي شفنا من لعيبه جديده حمدي فتحي ياسر ابراهيم عاملين فرق كبير مع النادي الاهلي. من اللعيبه القديمه طبعا علي معلول من نجوم الفريق وهو الفترة الأخيرة عامل أداء أكتر من رائع وقدر يقود الفريق أكتر مباراة أسيستات بيرفع كور مهمة. صحيح. جدا للعيبة. أعتقد أن لاسارتي برضو الفترة اللي جاية هيبان الشغل بتاعه أكتر قدامه فرصة كبيرة مع النادي الأهلي يصنع مجد ليه ومجد للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية سواء في بطولة أفريقيا أو في بطولة الدوري. صحيح. طيب خلينا بقى نروح لدوري ابطال افريقيا. احنا ان شاء الله عندنا بكره لقاء مهم جدا قصاد سيمبا التنزاني. دي الجوله الرابعه من المجموعه الرابعه اللي بتضم سيمبا التنزاني النادي الاهلي شباب الثوره الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي. اللقاء ده جه بعد طبعا لقاء الذهاب اللي انتهى بخمس اهداف نظيفه لصالح النادي الاهلي هنا على ملعب برج العرب. شايف النتيجه الكبيره اللي حققها النادي الاهلي هنا على ملعبه هتاثر في ادائه بكره ان شاء الله؟
لا اعتقد مباراه بكره برضو مش هتكون سهله على الرغم من النتيجه الكبيره اللي احنا كسبنا هنا 5-0، ولكن الاجواء الجماهيريه والرطوبه ودرجه الحراره في صحيح. تنزانيا هتاثر بشكل كبير، خاصه المباراه هتبقى الساعه 3 العصر، يعني فهتبقى لعيبه النادي الاهلي مش معتادين ان هم يلعبوا في الجو ده، ولكن عندهم من الخبره ان هم يقدروا يطلعوا بنتيجه ايجابيه في تنزانيا. برضو الفريق هناك الجمهور بيعمل عامل ضغط كبير ودافع معنوي كبير لفريق تنزانيا، احنا شفناه في اول مباراه كسب شبيبة الثورة 3-0. فريق شبيبة الثورة من الفرق السهلة برضو، ولكن قدر يحقق نتيجة في أول مباراة. احنا شبيبة الثورة تعادلنا معها بالضبط. اعتقد ان مباراة هناك مش هتبقى سهلة على النادي الاهلي، ولكن صحيح. الخبرات بترجح كفة النادي الاهلي بكرة قدام سيمبا التنزاني. يمكن كنا بنقول في بداية الحلقة ان الفوز بكرة وحصد 3 نقاط مهمة جدا اكيد عشان نتصدر او نفضل متصدرين لمجموعتنا الرابعة، نضمن طبعا الوصول للدور التالي. كمان هتفرق معنويا جدا مع الفريق قبل ما يرجع، لان هو اول ما يرجع يكون عنده مباراه مع الانتاج الحربي يوم السبت اللي جاي على طول. اكيد طبعا، وزي ما قلنا ولسارتي كمان قال في المؤتمر الصحفي ان اهم حاجه في دوري ابطال افريقيا مرحله تجميع النقاط. صحيح، احنا في المركز الاول لحد دلوقتي، الفوز بيبقى مهم جدا، هيقربنا بشكل كبير جدا من الصعود ونضمن الصعود بشكل كامل بدري قبل صحيح. ما ندخل في المباراه. النادي الاهلي معاه 7 نقاط في صدارة المجموعة، بيجي وراه بيتا كلوب 4 نقاط، بعديهم سيمبا التنزاني 3 نقاط ونقطتين بس من تعادلين لشبيبة الثورة الجزائري. فزي ما أقول لو كسب الأهلي بكرة هيبقى 10 نقاط، هيبقى قريب بشكل كبير من التأهل للدور الثاني. والنادي الاهلي طبعا زي ما قلنا احنا بيسعى انه يتاهل الاول عشان يبقى عنده حتى مباريات سهله في الادوار اللي بعد كده، وبعدين يرجع بعد مباراه سيمبا على طول عنده مباراه الانتاج الحربي هنا في الدوري، مباراه برده مش سهله من الفرق الانتاج الحربي، من الفرق القويه، بدا يدخل في المربع الذهبي مره ثانيه بعد اخر مباريات ليه في البطوله، وده قدر النادي الاهلي مباراه كل 72 ساعه سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا. اتمنى ان هم يحققوا انتصارات في الفتره اللي جايه. دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا مليان اهداف، يعني بيفوزوا بال5-0 وب5-1 و8-0، يعني النتائج غريبه جدا في دور المجموعات. شايف مين ابرز الفرق المرشحه ان هي تفوز باللقب في الموسم الحالي؟ اكيد طبعا على راس الفرق دي النادي الاهلي، كل سنه بيبقى بينافس بقوه على البطوله، بقى لنا سنتين بنوصل للمباراه النهائيه. النادي الاهلي مرشح الاول للفوز باللقب في السنوات الاخيره، في برضه نادي الوداد المغربي، النادي الترجي التونسي من الفرق القويه، مازيمبي كونغولي، اعتقد ان برضه في فرق بتنافس بشكل كبير في بطوله دوري الابطال للموسم ده، وان كان على راسهم طبعا النادي الاهلي، ونتمنى انه يحقق اللقب السنه دي لمصالحه جماهيره بعد خسارتين للقب سنتين على التوالي. صحيح، يمكن ده كمان كان برضه راي فوزي البنزرتي اللي اتكلم وقال ان النادي الاهلي والترجي والوداد هما الاوفر حظا فالفوز باللقب الحالي لدوري ابطال افريقيا. اكيد طبعا فرق شمال افريقيا من الفرق المهمه والقويه جدا في القاره السمراء، استقرار مادي، استقرار نفسي للاعبين، في قوه واداء فني عالي، اعتقد ان فعلا زي ما قال فوزي البنزرتي هم دول اهم 3 فرق مرشحين بقوه للفوز بدوري ابطال افريقيا الموسم ده. خلينا بقى نروح لملف اخر بعيدا عن النادي الاهلي، نروح لامم افريقيا اللي كان 2019 المقامه في مصر هنا، الاكيد مصر طبعا اتشرفت بتنظيمها في النسخه الحاليه. خلينا نتكلم الاول عن المنتخب الوطني الاول، واللي اكيد طبعا كل جماهير الكره المصريه بتحلم ان احنا نفوز ونحصد اللقب في هذه النسخه، بعد طبعا ما كان عندنا حاله من الاحباط الكبير بعد خسارتنا في النسخه الاخيره في المباراه النهائيه. رايك ايه في اللائحه الماليه الجديده اللي قررت وضعها او اللي قرر وضعها المكسيك اجاري للاعيبه المنتخب بعد طبعا المشاركه في امم افريقيا، وكمان الارقام اللي احنا كنا سامعينها عن المكافئات الخاصه بلاعيبه المنتخب؟ يمكن وانا بقول النهارده خبر عن المكافئات، المكافاه بره مصر او خارج الارض عن الفوز ما بتكملش ال1000 دولار. اكيد طبعا هو يمكن لائحه ضعيفه جدا، خاصه منتخب مصر بقى من المنتخبات الكبيره جدا في افريقيا، اغلب لعيبه المنتخب مصر محترفين بالنسبه لهم، مع احترامي المبلغ دي ايه 1000 دولار ده يعني اي ولا حاجه، ولكن في النهايه يمكن في الفتره اللي جايه انا شايف ان هيبقى في تعديل للائحه دي، خاصه كمان البطوله على ارضنا دي فرصه كبيره جدا ان احنا نحقق اللقب، عوده احتضان البطوله مره اخرى.
فرصة مصر كبيرة جدا يتحقق اللقب ده مرة تانية وننافس بقوة على اللقب ده إن شاء الله. صحيح. طيب بالنسبة بقى لأجاري المكسيكي خافير أجاري، شايفه عامل إيه حالة الاختلاف اللي عملها عن هكتور كوبري؟ يعني إحنا كنا دايما بنتذمر ومتضايقين جدا من الأداء الدفاعي البحت لهكتور كوبر في المرحلة اللي فاتت، خصوصا طبعا اللي كانت واضحة جدا في كأس العالم 2018 في روسيا. يمكن كمان كان أداءنا إحنا كمنتخب أو التصنيف نحن في المنتخبات اللي شاركت كانت المنتخب اللي قبل الأخير، يعني إحنا كنا المنتخب اللي قبل الأخير من حيث الترتيب قبل بنما اللي هي حديثة تماما. صحيح. في المشاركات يمكن كبر الإنجاز اللي عمله هو إن إحنا تأهلنا معاه لبطولة كأس العالم بعد غياب طويل. صحيح، غياب طويل جدا. يعني طريقة أداؤه حتى من قبل التأهل هي نفس الطريقة، اللعب الطريقة الدفاعية واللعب على الهجمات المرتدة وإن إحنا نخطف جون والمباراة بتلعب يعني نخطف جون وننام عليه زي ما بقول. لكن أجيري مختلف تماما، يعني شايفين في أداء هجومي للمنتخب، في شكل للمنتخب، لعب مباراة مفتوحة بنسجل أهداف كتير. خطته بتعتمد على أكتر من لاعب، خاصة محمد، يعني مش محمد صلاح بس، لا أكتر من لاعب غير محمد صلاح. يمكن ده الشكل الهجومي للمنتخب ده اللي إحنا كنا نتمناه وجماهير المصرية كلها. يمكن الاعتماد على محمد صلاح في الفترة اللي فاتت، فترة هكتور كوبر، وفكرة إدي لصلاح وقول باس يا صلاح وقول يلا يا صلاح والكلام اللي كنا بنسمعه من جمهور الكرة المصرية ده، وبعد طبعا إصابة محمد صلاح في نهائي الشامبيونز ليج السنة اللي فاتت بعد ما تسبب راموس في إصابة محمد صلاح بإصابة كبيرة جدا في الكتف وعدم مشاركته في أول مباراة مع المنتخب الوطني، ده اللي تسبب في أزمة كبيرة جدا في المنتخب لأن احنا كنا أصلا معتمدين عليه. أكيد أثر على لعيب المنتخب معنويا بشكل كبير، وأثر على محمد صلاح نفسه، زاد الضغوط اللي حواليه، اللي هو كان مصمم يشارك حتى وهو شفاءه ما اكتملش، يعني هو ما كملش الشفاء وكان عايز يشارك عشان الضغوط اللي عليه، وعايز يعني يراضي الجماهير المصرية، مش عايز يعمل حاجة للمنتخب المصري. ولكن الفترة الأخيرة لا، شايفين أجيري بيعتمد في خطة شاملة، في عنده أكتر من لاعب وأكتر من بديل في كل المراكز، والمنتخب بيأدي بشكل هجومي بشكل جيد، لينا شكل في كل المباريات، بنسجل أهداف كتير. واعتقد ان منتخب مصر مرشح الاول للفوز بكاس امم افريقيا اللي جايه، خاصه ان هي على ارضنا وسط جمهورنا. صحيح، اكيد النقطه دي هتفرق كتير جدا معانا في البطوله. كمان لو هنتكلم عن المنتخب الوطني الاول وهنتكلم عن خافير أجاري المدير الفني المكسيكي، فيمكن في نقطه مش عارفين ناخدها ضده ولا تكون لصالحه، وهي الاستعانه بالوجوه الجديده، عشان هو قال في البدايه انا جاي هنا عشان كاس العالم القادم في 2022، فانا هدي فرصه اكتر للوجوه الجديده والمعدل الاعمار لازم انزل بيه. وقتها طبعا كان في لعيبه كتير عندها خبرات كانت تستحق ان هي تكون موجوده في المنتخب الوطني الاول، يمكن ابرزهم كان وليد سليمان اللي كان بيقدم موسم هايل مع النادي الاهلي، كان بيعد من افضل لاعيبه الدوري المصري الممتاز في الوقت ده. الناس كلها كانت بتهاجم أجاري بسبب الموضوع ده، بعد كده رجع اتكلم تاني قال لا خلاص احنا في أمم أفريقيا والبطولة دي هتتلعب على أرض مصر، فأنا قد أحتاج لتدعيم الصفوف ببعض الخبرات. أكيد طبعا وجود بعض الخبرات مهم جدا لمنتخب مصر. صحيح. يعني برضو انه يعتمد على وجوه جديده ده برضه شيء كويس، يعني بنعمل جيل جديد من اللاعبين لمنتخب مصر وبننزل بالاعمار السنيه، ولكن لازم يكون على الاقل في عنصر او اثنين من الخبرات اللي هي يقودوا اللعيبه دي في المباريات نفسيا ومعنويا وخططيا، وجودهم مهم جدا لمنتخب مصر. طبعا على راسهم وليد سليمان يستحق انه يكون موجود في المنتخب الفتره اللي جايه، وفعلا وجود البطوله على ارض مصر هنا وان احنا هنكون مرشح الاول ان شاء الله للفوز بيها، بيدي فرصه لكل اللعيبه سواء الوجوه الجديده او القدامى اللي يكونوا مشاركين في الحدث الكبير ده، ويعني ان هم يقدروا يكونوا موجودين في المنتخب ويحققوا انتصارات للجماهير المصريه. المعروف كمان في الفتره اللي فاتت او اللي بيتردد في الفتره اللي فاتت ان هيكون في بعض الوجوه الجديده من اللعيبه المصريين المحترفين اللي احنا ما نعرفش اصلا عنهم حاجه، يمكن تيتو غارسيا مدرب المنتخب اتكلم وقال ان يمكن في 8 لعيبه في الدوري القطري وقد يتم انضمام بعض الوجوه الجديده من الدوري القطري لمنتخبنا الوطني الاول. طبعا في لعيبه كتير محترفين في مصر بالفعل ما حدش يسمع عنهم ومش واخدين حقهم اعلاميا. صحيح. وده شيء كويس من الجهاز الفني للمنتخب انه يقدر يتابع اللعيبه دي ويقدر يبقى عنده معرفه ودرايه بيهم. صحيح، احنا شفنا يمكن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقياده
أجاري المكسيكي أجاري، يمكن بعت ناس للبرتغال لليونان، شفنا كابتن أحمد ناجي موجود في السعودية بيتابع هناك، شفنا برضو ناس تانية موجودين في قطر في الدوري القطري بيتابعوا المحترفين المصريين. واضح ان هو مركز جدا في موضوع المحترفين. أكيد طبعا، وده شيء مهم جدا، لأن أكيد اللاعب المحترف برضو يمتلك من الخبرات في اللعب في البطولات والمباريات الكبيرة أكثر من اللاعب المحلي. اعتقد دي حاجه ايجابيه جدا للجهاز الفني للمنتخب الفتره اللي جايه ويركز عليها، واكيد مش كل اللاعبين يستحقوا الانضمام للمنتخب، لكن هيبقى اختيار عناصر معينه بعنايه في بعض المراكز اللي ناقصه في المنتخب لتعويضها من اللاعبين المحترفين دول. طيب بعيدا بقى عن نتائج المنتخب والمتوقع من المنتخب، واللي احنا اكيد كلنا متوقع منه ان هو يفوز باللقب كان 2019، عشان يعني حقيقه احنا محتاجين الفرحه دي في مصر. طيب نتكلم عن الاستعدادات بقى، استعدادنا احنا كبلد لاستضافة الحدث الكبير ده والبنية التحتية بتاعتنا، الاستادات، المواصلات، الفنادق. شايف مصر مستعدة انها تستضيف الحدث الكبير والهام ده بصورة مشرفة؟ أكيد طبعا، مصر دولة كبيرة بنمتلك بنية تحتية ممتازة في الرياضة المصرية، عندنا استادات على أعلى مستوى في المدن، في الإسماعيلية، في السويس، في بورسعيد، في القاهرة، في اسكندرية. أعتقد أن احنا قادرين تماما على تنظيم البطولة دي، عندنا كمان ملاعب تدريب وملاعب مختلفة غير الملاعب الرئيسية اللي هتقام عليها المباريات سواء في الأندية أو في الاستادات الصغيرة. عندنا بنية تحتية ممتازة طبعا، في عندنا فنادق، عندنا مواصلات، عندنا كل حاجة. كمان الميزة ان البطولة هتقام كلها في اماكن قريبة من بعض، حتى المدن قريبة. صحيح. هتبقى بطولة جيدة جدا. اعتقد ان هي من افضل تنظيم لبطولات افريقيا على المستوى البطولات اللي فاتت، هيبقى ان شاء الله التنظيم اللي جاي في مصر. من ناحية التنظيمية طبعا نتمنى انه ينجح التنظيم في مصر وندي صوره طيبه عن القرار. يمكن شفنا كمان بعض القرارات او بعض الاخبار اللي بتؤكد ان هيكون في تقنيات جديده في دوري او في بطوله امم افريقيا 2019، منها طريقه بيع التذاكر، بصمه الوش، ازاي ممكن تدخل او طرق الدخول للاستادات والتفتيش، ووجود كمان اماكن مخصصه، ويعني زي سكليتر ما بيقولوا عليه اللي هو سلالم متحركه جوه المدرجات عشان ذوي الاحتياجات الخاصه والاهتمام بيهم طبعا عشان يكونوا موجودين ويشجعوا بلدهم في البطوله المهمه دي. أكيد طبعا، يمكن كمان بعد مشاركتنا في المونديال واحتكاكنا في كأس العالم شفنا المستوى التنظيمي عامل ازاي في روسيا، فأكيد طبعا ان احنا مرشحين ان احنا ننظم على اعلى مستوى الفترة اللي جاية، سواء الفاسيلتيز اللي هي داخل الاستادات وطريقة بيع التذاكر الإلكترونية وعمل الفان اي دي للجماهير لدخول المباريات. اعتقد ان احنا خدنا خبره كبيره من بعد ما شفنا وتاهلنا لكاس العالم روسيا، طريقه دخول الجماهير في المدرجات، التذاكر، عمليه بيع التذاكر. اعتقد ان احنا هنطبق الكلام ده عندنا ان شاء الله في 2019، وهيبقى شكل مشرف، التنظيم هيبقى شكل مشرف لمصر في القاره السمراء ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ده اكيد، ونتمنى طبعا البطوله دي تطلع بشكل مشرف، وكمان نتمنى من الجمهور انه يعكس صوره حقيقيه عن الشعب المصري باخلاقه بطيبته بكرمه وبترحابه للوفود اللي جايه ان شاء الله لضيوفنا اللي هيكونوا موجودين عندنا هنا على ارض كنانه على ارض مصر. طيب عايز اقول ان نادي الاهلي مواليد فريق مواليد 2002 بيفوز على وادي دجله في بطوله القطاعات 8-0، ده كان من شويه انتهت المباراه 8-0 لصالح النادي الاهلي على وادي دجله. طيب خليني أسألك كده سريعا، نرجع مرة تانية لمنتخبنا الوطني الأول، وطبعا بنتكلم عن التحضير للبطولة المهمة جدا كان 2019، وعن المباريات الودية اللي كانت مفروض تتلعب قبل اللقاء ده، قبل ما يتم تنظيم أو يتم قرار أن مصر هي اللي هتنظم البطولة، كنا بنفكر أن احنا هنسافر برا في بطولات في دول أفريقية، نلعب الدول الأفريقية دي في بلد يعني قريبة، ساعتها كانت الكاميرون هي اللي هتستضيف اللقاء في بلاد قريبة من الكاميرون. دلوقتي الموضوع اختلف، ولكن برضو هنسافر للنيجر وهنسافر نيجيريا في مباراة ودية ومباراة مش ودية طبعا، مباراة رسمية هنسافر في الفترة اللي جاية. وكمان من ضمن الاستعدادات دي أكيد كان توفير طيارة خاصة للمنتخب الوطني الأول بناء على رغبة المدير الفني الخاص بمنتخبنا الوطني، الدنيا الأجانب الكتير قوي
الدنيا بقت صعبه. المهم اجاري هو اللي طلب ان يتم توفير طياره خاصه لمنتخبنا الوطني اول عشان طبعا يوفر الراحه للعيبه وللجهاز الفني والاداري لمنتخبنا الوطني الاول. شايف الاستعدادات دي كافيه للمنتخب قبل البطوله؟ يمكن هو الجهاز الفني طلب بالفعل طياره خاصه في المباراه، يعني احنا هنلعب الاول مباراه النيجر دي في التصفيات، في اخر مباراه في التصفيات، وعندنا بعدها مباراه وديه مع نيجيريا، وهم اختاروا نيجيريا هتبقى قريبه جدا من النيجر، مسافه قريبه عشان اللعيبه ما يبقاش في ارهاق. المباراه الوديه بعد دي، وبعد كده اعتقد ان الثلاث مباريات الوديه اللي قبل الامم الافريقيه اللي طلبهم الجهاز الفني هيتلعبوا هنا في مصر، خاصه ان خلاص البطوله هتتلعب على ارضنا، ما فيش داعي ان احنا نسافر ونرهق اللعيبه ونلعب مباريات خارج مصر. اعتقد ان الثلاث مباريات اللي هيكونوا في ختام الاستعدادات للتصفيات هيتلعبوا زي ما قال الجهاز الفني للمنتخب، هيتلعبوا هنا في مصر، ويمكن لسه ما تحددتش اطرافهم بشكل كامل، ولكن في دلوقتي بيتم البحث عن اسماء كبيره في القاره السمراء للعب مباريات معاها قبل ثلاث مباريات وديه قبل انطلاق كاس الامم الافريقيه هنا في مصر في شهر 6 ان شاء الله. صحيح، كل التوفيق اكيد لمنتخبنا الوطني الاول في كان 2019. نتمنى طبعا ان المنتخب يقدم اداء مشرف ونحن يعني ناخد البطوله دي باذن الله، البطوله دي على ارضنا وسط جمهورنا، وان شاء الله ما يكونش في عندنا اي اعذار ان احنا ما نحصل على البطوله دي. استاذ محمد الدرديل الناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط، نورتنا النهارده في كلام في الميديا في قناه النادي. شكرا جزيلا، ده نوركم. شكرا جزيلا مشاهدينا، انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي بعد بكره، اللي بكره طبعا مباراه النادي الاهلي قصاد سيمبا التنزاني الساعه 3 العصر. اكيد هيكون في عندنا هنا على شاشه قناه النادي الاهلي تغطيه لكل الكواليس وكل الاجواء الخاصه باللقاء بكره ان شاء الله. كل التوفيق لفريقنا باذن الله، ان شاء الله دي تكون خطوه مهمه جدا لتحقيق الاميره الافريقيه التاسعه للنادي الاهلي. اشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي، يوم سعيد على حضرتك.